كيما شفت رانا متعلقين في قطر، ما بعتونا حتى طياره باش نعطوا الجزائر. مي كيما نقول لك دوك نكمل نخدم، باسكو راني نخدم دوك صباح وعشيه وفي الليل باش نحكم لافورم تاعي، باش كي نهبط للجزائر ان شاء الله نكون واجد ونبدا مع البريباراتور فيزيك، وبعد ان شاء الله اذا كنت 100% ان شاء الله نبدا مع ندخل في المجموعه ان شاء الله. الاسبيطار معروف عالميا، حتى اللي كاين يتوحهم الله يبارك يخدموا مليح، عندهم لي موايا تاني. حتى راك شفت كاين بزاف لاعبين اوروبيين اللي يجيو الاسبيطار وداروا نتائج مليحه بعد العلاج تاعهم. في قطر كاين عدد من اللاعبين والتقنيين الجزائريين. صراحه التقيت مع رفيق صيفي مع دلانك ديورا، الناس طيبين ما شاء الله، المعامله تاعهم كانت معامله اخويه، نشكرهم على الوقوف تاعهم معايا. وكذلك نشكر ايوب مزيان صديقي هذا ملي كنا صغار يسكن هنا في قطر مع العائله تاعو، دوزت معاهم رمضان حسيت روحي واحد من العائله معاهم.